المحتجين اليوم وقفة احتجاجية بساحة محمد علي بالعاصمة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع المحتجين شعارات تندد زادة بصمت الحكومة أمام هذا العدوان، كما طالبوا بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما حاول المحتجين التحول من ساحة محمد علي إلى شارع الحبيب بورقيبة، ويعتبروا أنه تم منحهم بالقوة من قبل قوات الأمن، وأنه تعرض عدد منهم للاعتداء، من بينهم النائب مراد العمدوني عن حركة الشعب اللي تعرض للركل والعنف الشديد. لكن رغم هذا ما نعرف أنه تمكنت مسيرة نصرة غزة من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة. معنا الأكثر تفاصيل السيد مراد عمدوني، عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة الشعب. سيد النائب مرحبا بك، شكرا لك على الحضور معنا في النشرة متاعنا. في كلمتين، شنو اللي كان موجود اليوم في ساحة محمد علي، وشكون القوى اللي كانت موجودة اليوم في ساحة محمد علي، وهل حقيقة تم محاولة منعكم من التحول لشارع الحبيب بورقيبة؟ في الحقيقة هي وقفة احتجاجية لمساندة شعبنا العربي في غزة وما يتعرض إليه من هجمة شرسة، ليس اعتداء فقط على الإنسان العربي وإنما على الإنسانية جمعاء. وقد اجتمع بشكل عفوي العديد من الشباب في ساحة محمد علي، وتحولت أولا كمساند، ثانيا باعتباري عضو المجلس الوطني التأسيسي، وقت لاحظت وجود أمني مكثف جدا وخشية من وجود صدام، خاصة أن هناك منع كان واضح من اقتراب ومن خروج من ساحة محمد علي إلى شارع الحبيب بورقيبة، اتصلت ببعض القياديين الأمنيين الميدانيين وتحدثنا على إمكانية البحث عن سبل لاستمرار المسيرة بشكل سلمي كما بدأت عليه هذه المسيرة وكما هو موجود فعلا. وفي الأثناء وانا نتحدث مع القيادي الميداني هذا، لاحظت هجمة كبيرة من الأعوان بزينهم الرسمي على بعض المواطنين الموجودين غادي، وشفت مشهد مرعب بالنسبة لي انا مش ممكن نقبله كنائب للشعب. شفت مواطن طايحين على الارض ويضربوا فيه بطريقة معناها عشوائية وطريقة معناها قمعية رهيبة جدا تستهدف كرامته كمواطن. دخلت وطلبت من رجال الأمن بعبارة واضحة عيب وقفوا الضرب على الرجل، لكن ما راعني إلا والمجموعة تقدر بعشرة من أعوان الأمن بزيهم الرسمي ينهلوا عليه بكل أشكال العنف، فيهم شكون يضرب بساقه، فيهم شكون يضرب بالمتراك، شكون يضرب بالكاسك، وفيهم شكون يضربني بكف. يعني مشهد كان فظيع فظيع جدا، انك تلقى روحك وانت المفروض تحمي المواطنين وتدافع على كرامتهم ان كرامتك مستهدفه رغم معرفتهم بشخصي وبصفتي النيابيه. اللي حدث اليوم انا نعتبره خطير، لا يستهدف مراد العمدوني فقط وانما يستهدف قيم المواطنه وقيم الانسانيه، لان اليوم المفروض انه ما فما حتى واحد يكون ضد الوقفه الاحتجاجيه هذه، خاصه اذا كانت وقفه سلميه وليست فيها اي اتهامات موجهة لطرف ما، وإنما هناك دعوة لتجريم التطبيع، دعوة للمساندة القضية الفلسطينية وإخواننا في غزة. سي مراد، هل حقيقة تم منعكم من التحول لشارع الحبيب بورقيبة؟ نعم تم منع بشكل معناها واضح ودقيق وأمر واضح، وطلب مني السيد المسؤول الأمني أني أنا نطلب من الموجودين غادي أنهم يزيدوش يتقدموا، وطلبت منهم والتزموا على اساس ان نجري اتصالات من اجل ان نلقاو صيغه ان المسيره يتم استكمالها في ظروف امنيه مقبوله تحترم انسانيه الانسان تحترم مواطنه التونسي. لكن معناها اللي صار هو استعمال العنف المبالغ فيه من قبل قوات الامن، وانا نعتقد لولا ما حدث لي شخصيا ولولا الاحتجاج ولولا وجود وسائل الاعلام وجود المحتجين راهم ما سمحوش فيما بعد المسيره ان تكمل بالشكل اللي كملت عليه. رغم ذلك راني تعرضت للمناوشات من قبل رجال امن في شارع الحبيب بورقيبه، وقت قدمت سيفتي للاشخاص هذوما اللي فيهم اللي يرتدي زي رسمي وفيهم هذا الشعار نتاع الشرطه، يقول لي حرفيا احنا ما عندناش ناس عندهم معناها عندهم الحصانه، احنا اللي نحكموا في الشارع. والكلام هذا توجه لي وللسيد سمير الشفي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. قاعد نجرب فيك شويه خاطر الوقت يدهمنا سيد نائب، لكن مثال باش نفهم معك شويه الاوضاع. فما شكون من قياديين الامنيين اليوم في الاذاعه قال مش صحيح، قال احنا حاولنا ان نحميه اكثر ما يمكن، وقال اذا كان فما شكون تم ركله ولا تعرض للاعتداء عليه كان يتوجه لنا واحنا ناخذ له حقه ولا يتوجه للقضاء، يقول هذه حاجات نجم تصير. وفي نفس الوقت يقول ساعتين من الحمايه للمسيره صاروا، وفي اخر المطاف
في المسيرة تفرقت بسلام والمسيرة تحولت شارع في بورقيبة. أنا نطالب بالتحقيق، تحقيق فعلي، لأن صار أمام أنظار قيادات أمنية وأنا نعرفهم شخصيا ومستعد أن نشير عليهم، نشير لهم. أيضا هناك قناة تلفزية صورت فعليا حادث الاعتداء علي أنا شخصيا وصورت معي مباشرة بأثر ذلك، وأنا مش نرفع قضية عدلية، إضافة إلى أن نحمل مسؤولية للرئاسة الثلاث حول ما حدث لا لشخصي فقط وإنما للمواطن الحر اللي واضح. جاء يساند في قضية اعتبرها قضية التونسي وقضية شعبنا العربي. واضح. سيد نائب، سؤال أخير. البارح في المجلس التأسيسي صدر بيان من المجلس الوطني التأسيسي يدعو إلى وحدة الصف الفلسطيني وتفعيل تضامن الشعوب العربية والإسلامية مع الشعب الفلسطيني. لماذا لم يتضمن البيان يمكن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ ولأنه هذا موضوع كبير ياسر، يخص المجلس الكل ويخص القانون ويخص الدستور، لكن هل يكفي البيان؟ البيان مش كافي، وأنا شخصيا وباسم حركة شعب من تقدم بمشروع الفصل 27 الخاص بتجريم التطبيع بمعية بعض الأخوة، وأيضا تقدمت بمقترح لإضافة المبدأ، مبدأ يقول على الدولة قطع كل أشكال التعامل مع الصهيونية والأنظمة العنصرية والمنظمات الإرهابية إلى الطوطأ. كل من لا يؤمن بهذه القيم ليس من حقه اليوم أنه يتاجر بدماء الأبرياء ودماء الفلسطينيين والشهداء في تونس. أنا نقول الموقف اللي تقدم ما فيش إدانة واضحة لطرف محدد، وشخصيا كما اعتبروا بعض الأخوة داخل المجلس أن البيان ما يمثلناش والبيان ما يعبرش على تونس ما بعد الثورة، والبيان هذا مش كافي لأنه اللي يستهدف الفلسطيني هو نفس الآلية اللي تستهدفنا في الداخل، وهي نفس الآلية اللي قاعدة تشجع على الاقتتال الداخلي وتمارس في العنف مختلف أشكاله. تسميها كانت شخصها الآلية هذه؟ الآلية آلية استخباراتية أجنبية ترتع داخل البلاد التونسية كما رتعت أيام الثورة، واليوم للأسف توجه في رسائل خطيرة جدا من خلال تشجيعها على الاقتتال الطائفي والتدخل في الشأن التونسي الخاص. شكرا لك سيد نائب مراد العمدوني عضو بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة الشعب. قطاع غزة يعاني من مخلفات القصف الإسرائيلي في وقت تحتفل فيه سائر بلدان العالم العربي برأس السنة.